إذا بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا. وخلال اتصال هاتفي ناقش الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة. إذا للحديث عن هذا الموضوع وللتواصل معنا هاتفيا ينضم إلينا من الموصل العراقية الدكتور محمود عزو أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل. دكتور محمود نرحب بك على أكثر نيوز، وما الملفات التي يتم مناقشتها في هذا الاتصال الهاتفي بين العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي؟ دكتور محمود، دكتور محمود هل تسمعني؟ إذا المشاهدين الأعزاء كنا نتحدث عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بحث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اتصال هاتفي ناقش الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة. إذا مشاهدينا الأعزاء نناقش في هذه الفترة ما يتعلق بالعلاقات السعودية العراقية التي تطورت أخيرا. كان آخر هذا الاتصال الهاتفي الذي تم والذي أجري بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقية عادل عبد المهدي. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل. دكتور محمود رحب بك على إكسترا نيوز، وكنت أسأل حضرتك عن أبرز أهلا بك فندم. الله أوقاتكم. شكرا جزيلا. كنت أسأل حضرتك عما يتعلق بأبرز الملفات التي ربما يتم بحثها في هذا الاتصال الهاتفي الذي تم بين العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي. هناك ملفات عديدة مثل منها شائكة في ملف العلاقات العراقية السعودية. أولى هذه الملفات الشائكة هو ملف المعتقلين السعوديين في العراق والذين كانوا ينتمون الى الجماعات الارهابيه خاصه جماعه داعش الارهابي. نعم. هذا من اكثر الملفات الشائكه في العلاقات العراقيه السعوديه، بالاضافه الى ذلك طبيعه المواقف المتخذه من قبل العراق في المحافل الدوليه باتجاه احيانا التحفظ على بعض القرارات ضد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه او ايران، ولا سيما في قرار القمه العربيه الاسلاميه الاخير في مثل المكرمة عفوا في جدة الذي تحفظ عليه العراق بوصفه بيانا يناقض العلاقات العراقية الإيرانية. هناك أيضا ملف إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش الإرهابي، ومن أكثر الملفات التي تحاول السعودية الدخول إلى هذه المناطق بوصفها فاعلا إقليميا جديدا في الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط وللحد من النفوذ التركي والإيراني في المناطق المحررة من داعش الإرهابي بوصفه نفوذا دعم جماعات مسلحه ناهضت داعش الارهابي. في الموصل هناك الاخوين النجيفي كانوا مدعومان من تركيا بشكل مباشر. نعم. وهناك الحشد الشعبي المدعوم حسب فصائله مدعوم من ايران دخلت الى الموصل والمناطق المحرمه من داعش، لذلك السعوديه تحاول ان تلعب دورا كبيرا في هذه المناطق عبر ضخ مجموعه من الاموال لاعاده بناء البنى التحتيه بما يؤسس لنفوذ سعودي في هذه المناطق. نعم. ايضا ابرز الملفات الاخرى هي ملف العقوبات الامريكيه على ايران. السعوديه دائما تحاول جر العراق الى منطقه نفوذ تديرها هي منفرده، وحاولت ذلك بعده مبادرات مع العراق، لكن كل تلك المبادرات هي جاءت بطريقه فوقيه جدا وتصدرت عبر الاعلام. لاحظنا خلال المؤتمر القمه العربيه الاسلاميه الاخير الهجوم والاعلام السعودي على تحفظ العراق وهو لم يكن موفقا في ذلك، لكن العراقيون ايضا في نفس الوقت ردوا على اعلاميا على التغريدات السعوديه عبر تويتر وغيرها من قبل شخصيات اعلاميه وشخصيات تذكر في الشان السياسي السعودي بتغريدات مضاده وهو ما جعل العلاقات نعم العراقيه. نعم دكتور محمود، في كل الاحوال ربما العلاقات بين السعوديه والعراق في تطور ملحوظ خلال الفتره الاخيره. كان اخره هذا الاتصال الهاتفي الذي تم بين العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي الدكتور محمود عزو استاذ العلوم السياسيه بجامعه الموصل. شكرا جزيلا لك، حدثتنا عن العلاقات السعوديه العراقيه، كنت معنا من مدينه الموصل العراقيه. مشاهدينا الاعزاء كنا معكم على مدى ثلاث ساعات، ناقشنا عددا من الموضوعات الاقليميه والدوليه. بعد قليل القاكم على راس الساعه في نشره اخباريه مفصله. شكرا لكم ولطيف المتابعة، ودمتم في أمان الله.